ومن المدرسة أو الوطنية تحتفل الجزائر في مثل هذا اليوم التاريخ من كل عام باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، تقديرا لإنجازاتهم وتحدياتهم للإعاقة في كل الميادين، خاصة تشريفهم للألوان الوطنية في مختلف المنافسات القارية والدولية. ويأتي الاحتفال باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة وسط مكتسبات حققتها هذه الفئة بفضل قرارات الدولة في تحسين ظروفهم وإدماجهم في المجتمع وسن قوانين تخدم مسارهم بما يكفل حقوقهم المادية والاجتماعية. وبالمناسبة أحيا أمس مركز تكوين لعمال سون الغاز بن عكنون حفلا على شرف هذه الفئة التي صنعت التميز رغم الإعاقة بحضور كل من وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة ووزير الطاقة والمناجم ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والرئيس المدير العام لمجمع سون الغاز. أتشرف بحضوري يعني في كنف عمال مجمع صنع الغاز، وما أثلج صدري هو زيادة عدد العمال المدمجين من ذوي الهمم مقارنة بالسنة الفارطة اللي كنا فيها في 14 مارس. ووسط هذه الأجواء الخاصة وتكريسا لروح التضامن والتآزر في صنع الغاز التي تضع تعزيز المكاسب الاجتماعية لمختلف فئاتها العمالية فيما يتعلق بمساعي تحسين واقع هذه الفئة الخاصة، تعمل جاهدة على تنمية مهارات عمالها من ذوي الهمم ودفعهم لمناصب تتلائم مع كفاءتهم وخبرتهم في مختلف المهن.